لا هذا طال عمرك والله حماتك تحبك يا فوزي. الله يعافيك على القدوء. هذا قبل العشاء هذا. بالله. لا لا ما نبي. هذا يظهر البرد. والله سابقينكم احنا متجهين للتمريات والله. بالله. كل 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 بس. وش تدور بالتمريات؟ والله يظهر البرد. حامض. والله طلع البرد هذا هو الزين امسك. كل كل مع الفلفل. اشرك اشرك معك فلفل اشرك الفلفل الفلفل هذا هذا حق شور هذا ما هو شور كل كل يطلع سهل على قول ها يا ويلي بلا حار ابن حموضة الحين وين تبي من التمريات علمنا الحين من رايح حق هذه تبي دور فقع لا والله علمنا يا فوزي لا بروح مقطبه اللي هنا عند الغنم بالله ايوه قفلين هاي الغالي وين حط غلمك؟ وين؟ هي التمريات احنا لا دون 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 ابن حلال دون وين دون؟ دون دون عمريه ب 20 كيلو يمين مقفله 20 كيلو كلها يا من الرمادي ايش بلاها؟ والرمادي مقفل بعد كله مقفل اسالك بالله يا بعد فوزي خبر من انت عزمنا كستنا قبل 10 سنوات يوم تذبح لنا الذبيحه وتاخر عشانه والله الذبايح واجد اي والله ايوه لا نبي هذيك الراس مراس مراس ما يا اخي ما ادري ايش بلاك ما قلنا له شيء احنا وقعت و اي كمل السالفه نبي السالفه على طول يا اخي انفرض الذبيحه بدون راس لا 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 مش يذنبه لا مش مشي طيب صار معك يا الظاهر ان الضيف يمكن يحس ايه مين ذبيح؟ ايه فعلا هل ودعي قلطون انت صار معك بكره العشاء نبي السالفه احنا ايش بالسالفه على طول؟ نبي السالفه يوم انه تاخر عشانه وش السبب تاخر عشانه ليه؟ تسال بلغنا تسال بلغنا ايش سوى؟ هو اللي كل الراس شو كل يا ابوي؟ والله العظيم انه خذاه على حد شذ ثيوبي ولا ثيوبي عنده اسبوع دم الظاهر انه هو اللي خذاه على كفالتك هو ايوه على كفالتك ايوه علمنا السالفه من جديد يلا لا والله على كفالة يونس اي يما اسمع اسمع انت ذبحت الذبيحه وصرخته اي والله يوم يوم جبت الذبيحه نسينا الراس هنا احنا جزرناه بالمزرعه لانه الساعه قل كم يوم تجون انت جيت الساعه انت الساعه 10 الظاهر تاخرين اي متاخرين احنا 9 جزرناه بالمزرعه اي ما في صلخين يحتفظ انا ويونس يوم جبناه يمر الراس ما برا قالت امي ارجع جبه الراس دوروه احنا نجي يمر الاثيوبي واقف قلت وين راس الذبيحه اللي هنا مش وين عند الشجره احنا معلقينا بالنكينه هو النوثي اي هو النوثي خبره حق المزارع عند المدى اي قال سلب الغنم كلها منا بالله اي والله الظاهر انه هو قلت يونس يمر به وقت خلاص بغيت اقول يا يونس تريها تسلب هو سلب الغنم كلها منا بالله اي والله الظاهر انه هو قلت يونس يمر به وقت خلاص بغيت اقول يا يونس تريها تسلب هو الكلام اي بس اي وحنا نرجع يمر اشوى بشرت انا امي اي قالت لقيت راس كيس يعني ذبحتنا كلها مرحمه اي والله مرحمه تكفى سامحني اطرا انا مرحمه والله انا مرحمه ابشر ابشر بالذبيحه ابشر بالذبيحه لا والله ابشر بالذبيحه اقول انا بيقول ابشر بالذبيحه مو اي والله كفو كفو وين انت انت مسميك ابو والله تستاهل راعي الذبيحه مرهمه تستاهل حاش يبرتسوا لك يا اخي شوف الذبيحه راس ولا بدون بدون راس عاد الحاش لانه سبحان الله من نار فوزي تكفى نبي سافت المدير يوم انه طال عمرك يجزيك مره غبت وانا جي قلت تكفى سامحني يا طيب مدير اي على غيابات راحن اي لا هي هذي قال والله لو تغيب ثاني مره اني لا اطبق خير ولا تعبك اي قلت خلاص ما اعود وتجي الايام والشهور وانا اغيب يا اخي فاطن الله هو غصبنا وانا اجي وانا ادخل عليه قالوا يبيك قلت يا رب انه ناسي سالفتي الاول يا مر ما هو ناسي
فانت ما وعدت. قلت والله العظيم اني ضربت انا برديه مع راسي وعديت الوكلاء غلط. وانت صاد ضربتك برديه؟ ضربت انا برديه بالراس دن راس. شمر حسبه الثامن هي 9 ايام شمر. هالذاكره طفت لها شوين واشتغلت من بكره. تفرمت سبحان الله عاد قدره الله. اي ايوه. وانا ايش قال؟ فتح قال يلا يلا للامر الاخير يلا المركز. وين نروح؟ شلون طلعت برا المكتب يا مالها الرجل تنطحن تنطحن رجل كبير. ايه كبير قال امسك الورقه هذه التاريخ 12 اي سراك هو 12 بشهر 12 السنة الجديدة واحد أي. يوم الهجري 20/12 قالت ابي جاز انت وش جاب؟ قلت اي والله ابي جاز. فاتن ورقه قال روح وقع عنده عاد المدير وعقب وقع عنده وانا اروح مساعد المدير انا ما سمعت يوم قال وقع عنده لو انا داري من راح وانت بالامر الخير وانا وقع عنده مساعد المدير يوم وقعت قال روح للمدير المدير بشوي مسبب الكارثه عندي شلون جيته؟ قلت ما لي الا ادخل عليه ولا ما يدخل عليه لانه مشون خانق اي معطيه امر الخير خلاص يا اخي يوم دخلت عليه قال هذه وشي؟ قلت هذه ورقه اجازه شانك هو يعيش من جيتك الاجازه اي والله خانق قلت انا عندي ظروف يا طويل العمر عندي ظروف الله اعلم بلاك من البرديه طالبك طلبه انك تسمح لي وان عدتها ثاني مره اوعدك وعد 6 شهور تسجل يا خوي ارتخي معي سبحان الله هذا عندك قراوة انت لا والله هالكريم سبحان الله انا تري اصب مال الابساس لا والله صدق الصدقة تري حلوة اي والله والله الصدقة حلوة شوف والطيور اوزع اي سبحان الله هو يوقع اي اي وانا جي يوم جيت مركز اخويا قال الرجل طالبك اكيد انت دبوس شلون اعطاك اجازه؟ شلون اعطاك اجازه؟ لا كنت دبوس صدق انت لا والله ما هي دبوس سن الله من البساس من البساس سبحان الله يعني تعمل خير تلقى خير سبحان الله لوق الشر اللي قدامك يلا حي اي والحين ما شاء الله يلا حيك يا هلا الله يحاك ما شاء الله ما شاء الله هلا بك يلا حيهم الله يبزيك يعلومكم والله هذا يسعدكم محل ابو بدر الله يسعدكم اي والله والله ونعم كلكم ما عليك زود يا حبيبي علومكم والله رجل لا تتجاوز هلا ابو فهد يا هلا ها وين علوم بالله علوم الفقع ايه تخبر شبلي ايه ابو وناه اللي شرق وناه ما شرق اسمع مساك ركضبة السلام ايوه شبل بوهدي اي هوبه وشو قال حال ظهرت شوير عندكم ابو والهوج يقولون يا الهوج قطعه مو موزي سجار اي يقول لانه خضه مو جري خبير هو خبيري قلت ما يختلف يا هلا بجنى يا هلا والله يا هلا بسعدو هلا بك علومك عساك طيب والله انك وحشه الله يسعدك اي والله ونعم يا لك زود يا الله يسعد ويسعدك يا حبيبي يا اخي وين ربعتوا انتم ما وين الفقع؟ والله بات ورانا جهمة ايوه وين؟ لما التمريات اللي تتسمى ايوه وندور السماء وين البدريات بديت التما يما البدريات بديت التما اتسمو لا تعلم بو انا صاد اي والله طيب اسمع هم لا يقولون تسمع علم بس بدو اتسمى لا تعلم اي التما اطيب اطيب بالغلاس شوف كل يوم وش تدور انت بالمقطع يمكن تدور كله وزبيدي والغلاس كله يبي يصورك ابن عمك يمكن تدور الفقع ايوه تقول اسكت اسكت تسمع للفقع اي بغيت افلق يا ابن حلم انا ساعه وانا حوم ودور ما لقيت العود ما لقيت شيء والله ما لقيت جايبه بهذا من اقصى الدنيا الله يرزقك ان شاء الله تسمينا وما لقينا
اي والله الله يرزقك يا احمد، الله يوفقك وياك يا حبيبي.